ازيكم يا حلوين؟ واهلا لو في اي حد جديد معاكم. دكتوره امال الربيعي، دكتوره صيدلانيه. احنا النهارده هنتكلم عن ازاي ان انا اتخلص من النحافه، او ازاي ان انا وزني يزيد وكمان بطريقه صحيه، يعني من غير اي امراض انها تحصل لي، او سمنه مفرطه. لا، انا هتخن بطريقه المفروض ان هي صحيه. فالمفروض يعني ان الموضوع ده عايز شويه وقت، فانا ما استعجلش خالص على اي حاجه. المهم زي ما انا عودتكم ان احنا هنتكلم الاول ايه هي الاسباب اللي مخلياني ان انا رفيع. ماشي. قبل بس ما نبدا اي حاجه نتكلم فيها، يا ريت ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك، لان في 97% بجد من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات عندي بتنسى ان هي تعمل اشتراك. فاعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله تبقوا اول ناس ان انتوا تشوفوه ان شاء الله. ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير لأي حد عنده نفس المشكلة. إن شاء الله الفيديو ده هيفيده جدا، وبرضه عشان تساعدوني إن القناة بتاعتي يشوفها عدد كبير من الناس وإن هي تكبر معاكم. المهم، إيه هو السبب اللي يخليني رفيعة؟ والله هو في أسباب كتير جدا، منها أسباب مرضية وفي أسباب تانية أنا ممكن أكون السبب فيها. الأسباب المرضية دي زي إيه؟ زي مثلا إن أنا يكون عندي في نشاط في الغدة الدرقية عندي، يعني حرق عالي، الغدة بتاعتي شغالة عالية جدا، فبتسبب ان انا وزني بينزل، او ان انا عندي اصلا الحرق ذات نفسه عالي، فبرضه ده بيخلي وزني بينزل. عندي انيميا، مش باكل كويس، او التغذية بتاعتي ضايعة، يعني مثلا هو بفطر بس ونفسي بقى مسدودة طول الوقت ومش عايزة اكل وكده، وبرضه دي مشكلة. في برضه بالنسبة يعني للاطفال شوية او الناس الصغيرة، ممكن يكون في ديدان، ممكن يكون عندي في ناس من اللي بيبقى عندها جرثومة المعدة. في ناس بتتخن وفي ناس بتخس، فكلا الحالتين انا عندي جرثومة معدة، فهيسبب ان انا وزني هينقص جدا. في كمان ان انا ممكن يكون في طفيليات، او ان انا معدتي مش متظبطة طول الوقت، امساك طول الوقت، اسهال، في حاجة غلط، يا اما حموضة المعدة عندي مش برضو مظبوطة، يعني انا البي اتش عندي في المعدة مش مظبوطة، يا اما عندي ارتجاع مريء، يا اما عندي الحموضة عالية جدا، يا اما باخد بقى ادوية زي الناس اللي عندها السكر تايب 2. الناس ديت الادويه اللي هي بتاخدها بتساعد ان هي تخس قوي، فكل الحاجات دي بتسبب ان انا ابقى خاسه ومش قادره اكل ونفسي مزوده في اي حاجه ورفيعه قوي وكده. المفروض ان انا اشوف ايه المشكله عندي في كل دول. فطبعا لازم اعمل تحاليل واشوف عندي فيتامين د برضو مهم، فكل الحاجات دي اروح احللها. واهم حاجه هو الغده الدرقيه، بروح احلل تي اس اتش وتي 4 وتي 3، باجي محللاهم واشوف عندي الغدة تمام ولا لا، عشان لو الغدة تمام يبقى انا كده اعرف ان انا اظبط الدنيا. انما لو في مشكلة في الغدة فطبعا انا هتابع مع حد يديني علاج وكده يعني. ماشي. طيب، دلوقتي انا عرفت السبب، وطالما انا وقفت السبب خلاص يبقى انا هعرف اتخن، او هيعرف ان وزني يزيد من غير بقى اي مشاكل تقابلني، او وممكن كمان ان انا اتخن في وقت يعني يعتبر سريع. بس اي حد المفروض ان وزنه بيزيد ما يستناش ان هو النتيجة تبقى بسرعة، لان لو هي بسرعة اكيد في مصيبة، يعني في حاجة احنا هندور عليها. انا جاية افكركم بالاشتراك، ما تنسوش الاشتراك. ماشي. انا جاية لكم بالنسخة المبقلظة بتاعتي. المهم ان احنا اكيد مش عايزين كلنا يعني نبقى بالحدود دي، بس احنا عاوزين حدود. فاسمحوا لي ان انا ارجع لطبيعتي عشان بقى نشوف احنا هنعمل ايه عشان الوزن يزيد، وان انا يبقى في حدود بقى ومقلوظه والحاجات دي. معرفش، حسيت دعابي عالي قوي النهارده، مش عارفه. فثانيه واحده. اهلا وسهلا. المهم، ازاي بقى انا وزني يزيد؟ والله هو انا هختصر عليكم بشويه مشروبات المفروض ان احنا هنعملها، ودي لينا كستات حلوه جدا، لان اغلبنا بيبقى عايز ان هو جسمه يملى بشكل حلو، يعني وخصوصا في مناطق الأنوثة عندنا، يعني كلنا نفسنا في الجسم بتاع الساعة ده. فالمشروبات اللي احنا هنقول عليها النهاردة هي المفروض ان هي فيها نسبة بروتين عالية جدا، وكمان فيها يعني حاجات بتزود عندي هرمونات الأنوثة، فبتسبب ان انا اتخن من مناطق معينة فيبقى شكلي حلو. يعني بجد لو في بنوتة عملت كل اللي احنا هنقول عليه ده مع رياضة، فعشان بس المشكله ان دايما البطن هتلاقوها طالعه لكم في اي حاجه. انا معاكم، يعني انت هتتخني انا معاكي، فاهميني؟ فانتي مش بس هتتخني من المناطق الانوثه، لا، يا البطن معاكي. فاحنا عشان نتخلص من موضوع البطن ده لازم ان احنا نعمل رياضه عشان نوجه الاكل اللي احنا بناكله او البروتين اللي احنا بناكله في الاماكن اللي انا عايزه اتخن فيها. تمام. طيب، ايه هي المشروبات اللي انا ممكن اخدها وتزود لي الوزن عندي؟ والله اول حاجه وهو فول الصويا.
فول الصويا ده اكتر حاجة موجودة في الدنيا كلها نباتية فيها نسبة بروتين عالية جدا، فهي طبعا المفروض ان الولاد ما بيشربوش حاجة زي دي، لكن احنا كبنات عادي، لان هي فيها نسبة، يعني فيها نسبة استروجين نباتي، فلما باخده بيزود لي نسبة الاستروجين عندي، فاطخن من حتت انثوية اكتر، فيبقى جسمي شكله حلو. وباخده طبعا حاجة زي سكوب بروتين كده بعمله مع اللبن وبجي شربه. وفي اليانسون النجمي ممكن اشرب ده او ده، بعمله عادي زي الشاي الكشري بتاعي ده وباجي شرباه عادي جدا. في بقى برضو حاجة احنا بنعملها او بيعملوها الناس بتوع الجيم اكتر، وبتزود الوزن وبتبقى برضو بتزود الخدود وجميلة، وهي ان انا بعمل سكوب برضو بيبقى لبن وفيه شوفان، ممكن احط تمر، ممكن احط موز، على حسب بقى عشان اخلي طعم الحاجة حلو. المهم ان الشوفان ده برضو فيه نسبة من الاستروجين، او يعني بيعلي برضو الهرمونات بتاعة الانوثة، وبرضو كاسكوب فيه نسبة بروتين عالية جدا وحلو. يبقى لحد دلوقتي ايه اللي انا ممكن اخده لو انا بنزل جيم او بعمل رياضة منهم؟ ممكن استعمل فول الصويا، وممكن استعمل الشوفان مع اللبن. الاتنين دولت هيدوكي اصلا يعني الحاجة اللي انتي محتاجاها من البروتين بتاعك في اليوم، وفي نفس الوقت هيسبب لك ان انتي هتتخني هرمونية او تكيس مبايض او اي حاجة من الامراض دي. يا ريت يبعد تماما تماما عن فول الصويا، اي حاجة فيها بتعلي هرمونات الانوثة اوقف، لان الناس اللي بيبقى عندها تكيس مبايض او بيبقى عندها مشاكل هرمونية، الناس دي بيبقى اصلا عندها الاستروجين عالي، فمينفعش ان انا اخد اي حاجة من الحاجات دي. طيب ايه تاني ممكن ان انا اخده يزود لي الوزن؟ والله في عندي قرص الخميره، حبوب الخميره، قرصين بالخميره بعد كل اكله انا باكلها، المفروض انا باكل 3 وجبات، بعد كل اكله باجي واخداها، بتساعد في الهضم وبتساعد ان الانزيمات بتاعه المعده ان هي تتفرز، فتساعد في الهضم برضو، فهي مفيده مش بس ليها فايده هرمونيه، لا هي بتطخن فعلا ماشي، وبتفتح النفس جدا، يعني مش محتاجه ان انت تاخدي اي فتح شهيه وانت بتاخدي قرص الخميره. تمام. فانا ممكن كمان استعمل الجروس فورمولا. الجروس فورمولا ده مشروب بيبقى ليه اطعمه كتير، بستعمله علشان هو بيبقى فيه نسبه من الاحماض الامينيه، لو انا عندي نقص اصلا في التغذيه ومش باكل بروتين كتير وكده، فهو بيعوضني عن الفكره دي، بس اكيد مش زي السكوب بتاع البروتين اللي انا باخده كحد بيروح الجيم والكلام ده ماشي، هو بس بيعوضني عن النقص اللي انا باخده. المفروض ان انا بشربه باللبن مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. تمام. وبرده المشروبات بتاعه الفول الصويا والحلبه والحاجات دي برضو بتبقى مرتين في اليوم، وقرص الخميرة احنا قلنا بعد كل وجبة بناخد قرصين. تمام. في ايه كمان ممكن يخليني ان انا اتخن؟ ان انا اهتم بالاكل بتاعي يكون فيه كربوهيدرات معقدة زي الشوفان وزي العيش الاسمر والحاجات دي. وطبعا المفروض ان انا اهتم بالاكل بتاعي جدا، يعني انا اشوف انا محتاجة نسبة بروتين قد ايه عشان جسمي محتاجها واخدها، يعني زي ما قلنا ان انا بجيب وزني، باجي وزن وزني في اي مكان صيدلية او اي حتة، وباجي واخد الوزن بتاعي ضرباه في 1.2، لما اضربه في 1.2 انا كده جبت الحاجة بتاعتي اليومية للبروتين اللي انا المفروض ان انا اكله. آه طبعا لو ولد اصلا بيتفرج على الفيديو ده وعايز يتخن، هو فرصته في ان هو يزيد وزنه اكتر كتير من البنات، لان التستوستيرون عنده المفروض ان هو بيساعده ان البناء العضلي عنده بيبقى اعلى كتير قوي. يعني انت لو نزلت جيم ولعبت تمارين مقاومة وزودت الاوزان، كل ما هتزود الوزن كل ما هتلاقي ان انت عضلك اصلا بينمو، ودي طبيعة جسمك. انما احنا كستات عندنا الكتلة العضلية قليلة قوي، فبيبقى معتمد اكتر على الدهون ان انا اضخم بيها، اللي هي الطريقة ان انا اكل مثلا يعني ايه زيادة عن حاجتي شوية بس مش بنسبة عالية، بحيث ان اللي انا اكلته من كربوهيدرات مثلا يتخزن عندي في المناطق اي منطقة، فلما باكل زيادة عن حاجتي المفروض ان الزيادة دي بتتخزن عندي، فاخلي بالي من الاكل اللي انا باكله انه ما يبقاش مفرط قوي ويبقى كله كربوهيدرات، عشان ما تخش في مشكلة او مصيبة بعد كده وهي السمنة، واقعد بقى ايه اخسس بقى. فعشان كده بقول لكم في اهمية الرياضة، ان انا لما اجي اعمل رياضة، يعني هحط لكم ناس كتير جدا ممكن ان هي يعني جسمها فرق قوي مشدود وتخنت من اماكن معينة بسبب ان مثلا يعني مثلا الناس اللي هي المفروض ان هي عايزه تضخم من الجزء اللي تحت، الجزء اللي تحت بيبقى كله عضل، فمعتمد على الرياضه بطريقه رهيبه، يعني كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي هتخنك كجسم عام كل حاجه، لكن الحته دي مش بتضخم بسهوله لان هي كلها عضل. فبتضخن ازاي؟ بتضخن بان انا اجي اعمل رياضه زي السكوات والتمارين كتير كده بقعد اعملها، احطها لكم طبعا، بقعد اعمل التمارين دي
ودي اللي بتسبب ان انا الجزء اللي تحت مثلا عندي هو اللي يتخن، انما اللي فوق دي سهله، اي حاجه ممكن تاخديها فيها هرمونات انوثه بتاع الكلام ده بتعلي. في برضو ناس ممكن تاخد بتاع ان انا وزني يزيد ان انا اصبر، ما انا مش هبقى قعدت شوفوا كام سنه رفيعه وجايه بقى دلوقتي انا عايزه اتخن بسرعه. لما اتخن بالراحه وكل حاجه تبقى صحيه، ده هيفيدني ان انا لا هيجيلي اي امراض من امراض السمنه، ده اقل حاجه ممكن تحصل لما انا اخد الحاجات دي كلها انها تخني. ممكن بجد ادخل في سمنه، او ان انا مثلا مقاومه انسولين والحاجات دي، خصوصا لو انا منطقه البطن هي بس اللي بتتخن او كده. فاخلي عندي صبر وبالراحه، لان انا المفروض ان انا عايزه اتخن بطريقه صحيه كلها بتعتمد على الاكل بتاعي وبتعتمد على تمارين رياضيه عشان وزني يزيد. طيب لو انا بقى مستعجله وخلصني ورحت بقى الصيدليه ما تعرفش ربنا، ورحت قلت لها انا عايزه اتخن، جت هي مطلعه لي السر الخفي، مصيبه وزنانه وعايزه اتخن وخلصيني، ده انا فرحي بكره وما اعرفش ايه، والحركات اللي انتوا بتقعدوا تعملوها دي، جت مطلعه لك الكورتيزون. الكورتيزون ده بقى مصيبه مصيبه بجد بكل ما تعنيه الكلمه، ان هو مصيبه انتي هتتخني. بس ايه رأيك ان انتي هتتخني ومفروض انتي اول ما توقفيه كل ده هيفس هتلاقيه مش موجود اول ما توقفي الدواء ده اولا. ثانيا ان انتي كل ما هتستمري عليه اكتر كل ما هتبقي فعلا شبه البقرة، على فكرة مش بهزر، انتي فعلا هتبقي شبه البقرة. البقرة ما بتيجي تتخن بتتخن منطقة الرقبة والجسم بتاعها، فده اللي ده اللي بيحصل لما انتي بتيجي تاخدي كورتيزون. هما يعني بيبقوا ايه فاكرين ان مفيش حد عارف، بس هي الدنيا كلها بتبقى عارفه، اللي بياخد كورتيزون وشه بيبقى شبه القمر او المون فيس بتاعهم، بيبقى شبه العيش الكايزر كده، باين قوي انك بتاخد خلاص خدودك هتقع من وشك، فبيبقى وشهم مدور قوي اوفر. وبيبقى كمان الرقبه بتتخن، بتلاقي ان هما تحس فجاه ان رقبتهم قصرت من كتر ما تخنت، وكمان التخن بتاعهم بيجي في منطقة الظهر، ممكن يطلع لهم حاجة زي أتب كده بيشع، وبتتخني من الجزء اللي فوق جامد جامد، منطقة الصدر ومنطقة الظهر والبطن بتبي يعني شوال بشع، يعني يغور التخن ويغور الخدود لو أنا حابة بالمنظر ده. طبعا ده الشكل، يعني أنا بقول لكم الشكل ان هو قد ايه هيبقى بشع، وطبعا لو وقفت كل ده مش موجود. تقريبا المصيبة الأكبر اللي بجد لازم ان احنا ننوه بيها لأي حد، لأن انا ده اللي انا لاحظته ان البنات الصغيرة في اعدادي والحاجات دي لأ ده بيشربوه، وانا اعرف ناس من اصحابي وكده بياخدوه، تيجي تسأليهم مخدتش حاجة كورتيزون؟ لأ مخدتش كورتيزون، انا عارفة انك واخدة كورتيزون، بس لأ هي تقولك انا مخدتش حاجة، ده اعشاب. وممكن مثلا بجد انتي لما تروحي العطار ما يعرفش ربنا بيكون طحن لك في هي حبوب الكورتيزون، مش هتاخدي بالك منها يعني، لا هيطحنهالك مع الحاجات اللي انتي بتحطيها بتاخديه. دايما المفروض ان في صيادله المفروض ان هم ما يطلعوش الكورتيزون ده، وخصوصا للاطفال، لان هم مش فاهمين مدى المصيبه اللي هم داخلين فيها. في برضو عطارين بيطحنوا الكورتيزون مع الاعشاب اللي هم بيقولوا لكم عليها وبتيجوا واخدينه، اهو برضو كورتيزون. طب الكورتيزون بقى بيعمل ايه في جسمي؟ يعني علميا احنا بجد احنا بناخده لما يبقى مثلا في التهاب، في مثلا مرض مناعي، المناعه بتاعتي بتهاجم جسمي انا شخصيا، دي بيوقع لك المناعه، انت مناعتك وقعت حرفيا، انت لو في دور برد حقير عدى كده انت هتتصابي بيه، وهيبقى بالنسبه لك كان جالك كورونا ايام ما كانت الكورونا بهزها يعني، فبيوقع المناعه جامد، يعني انت مش هيبقى في مناعه، انت اي حد هيبقى ماشي جنبك باي مرض انت هتاخديه، ف برد بقى، كحة، انفلونزا، كورونا، سل، اي حاجة هتلقطيها هوا ومش هتعرفي انك تتعالجي طبعا، لان مناعتك زيرو، واقفة، انتي وقفتيها، انتي جسمك اصلا ان هو ممكن طلعت لك حباية مثلا مش هيعرف ان هو يموتها او يخلي الحباية دي تروح. وكمان على فكرة اللي بياخد كورتيزون وخصوصا لو انتي بشرتك دهنية بيطلع لك مش حبوب، لا الحبوب دي صغنونة، انتي بيطلع لك خراريج، بيطلع لك دمامل كبيرة وشك كله بتسبب عندي زيادة في هرمونات الذكورة، فبتسبب في الوش حاجة اسمها الشعرانية، أو إن يطلع لك بجد دقن شبه الدقن بتاعت الرجالة في الجوانب بتاعت وشك وفي الخد، وبيطلع لك شنب وشك كله بيبقى مليان شعر بسبب الهرمونات اللي زي دي. عادي ايه يعني، بس مع الوسط ايه المشكلة؟ المشكلة بقى برضو ان الكورتيزون هيعمل لك مشكلة على مدى مش بعيد خالص، سواء انتي بالكتير لو فضلتي تستخدميه مثلا 4 شهور 5
هتلاقي نفسك دخلتي في مقاومة انسولين، ماشي؟ لان انتي زي ما قلت لما باجي اخد الكورتيزون بضخم منين؟ من البطن، من الجسم اللي فوق كله، من كتفي ورقبتي بتبقى قد كده، ووشي قد كده، ما بطرخة شبه البطريق. المهم جالي مقاومة انسولين ولسه مكملة وباخد برضو الدواء. الحقي انتي دخلتي في سكر، ادي السكر جالك ما شاء الله بسبب ان انتي عايزة تقلوظي. اديكي قلوظتي يا اختي، يا رب تكوني مبسوطة يا اختي. لا مش هيقف على كده، انتي كمان هيجيلك ضغط، لان الكورتيزون بيلعب عندك في السوائل اللي موجودة في الجسم وبيراكم مية تحت الجلد والكلام. طيب انا بس بحاول ان انا اعملك كوميديا سودة في الموضوع وكده، اللي هو بس لا هي فعلا مصيبة، انتي هيجيلك سكر وهيجيلك ضغط، وكمان شكلك اساسا كشكل تخين وحش بشع. انتي بجد هتبقي شبهي كده في اول الفيديو، شفتوا لما طلعت لكم وانا المفروض ان انا مقلوظه، انتوا هتبقي كده. بالاضافه ان بجد شكل جسمك هيبقى شبه البقره، شفتي انتي شكل البقره جسمها عامل ازاي؟ انتي هتبقي شبهها، رقبه قد كده وجسمك من فوق قد كده، بالوش قد كده، كتير كتير. وكمان مناعتك هتقع، انتي كده بتجيبي لنفسك مشاكل مناعيه، يعني انتي ممكن بجد تتصابي باي حاجه، اي حاجه ممكن الجسم ان هو يقاومها، من حبوب مثلا، شويه حبوب هتطلع لك في وشك، المفروض ان المناعه بتاعتك يعني خلاص هتحارب الموضوع والحبوب دي هتروح، مش هتعرف انها تروح، بل الحبوب هتزيد. فانت بجد دخلتي في مصايب. ده غير هشاشه العظام، يعني انت هيجيلك هشاشه عظام، عظمك هيخرم من كتر الكورتيزون اللي انت هتاخديه. فليه ادخل في كل المصايب دي عشان اتخن؟ ما انا ممكن اتخن بطريقه صحيه وبالراحه على مهلي، ما يمكن انا عيانه، ما يمكن انا رفيعه كده عشان انا عندي غده درقيه. فياريت محدش يجرح حد يعني في مشاعره بكلمه، لان الكلمه زي ما هي قادره ان هي تطلعني في سابع سما ان انا مبسوطه، برضو بتودي نفسيه حد في الارض، بتخليه انا لو دورت في عيوب حد هلاقي عيوب عشان اضايقه بيها زي ما هو بيضايقني. فانتوا ما تسمحوش لحد ان هو يضايقكم، لكن في قرارة نفسكم انتوا حاطين في دماغكم التغيير، بس التغيير هيجي بالراحه علشان ما يجيليش امراض، ماشي؟ فكل حاجة هتبقى بالراحة، رياضة وأكل كويس، وأعرف أنا احتياجي اليومي ايه مثلا من الكالوريز اللي أنا المفروض إن أنا أكلها وأوصل لها. أعلي مثلا الكالوريز بتاعتي 400 مثلا كل أسبوع، أزود أو 400 ولا حاجة، وهحطلكوا لينك في الديسكريبشن تحت ازاي إن أنا أحسب أصلا السعرات الحرارية اللي أنا محتاجاها في اليوم، المفروض إن أنا بعلي عنها 400 بس. تمام كده حلقة النهاردة تكون خلصت، وأتمنى يا رب أكون فدتكوا. تنسوش تفعيل زر الجرس علشان اي فيديو انزله يوصل لكم، تنسوش اللايك، ومتنسوش الشير لاي حد عنده نفس المشكله. وبرضه عشان نحل مشكله الكورتيزون المنتشره دي، فبجد شيروا الفيديو عشان في اطفال ممكن يكون امهاتها ما بتتكلمش معاها في الموضوع ده، بتروح هي مع نفسها بتاخد حاجات فتبوظ لها الدنيا، وطبعا في لعبكه هرمونات هتحصل بسبب الانسولين اللي انا بوظته، فهو بجد مصيبه. فحاولوا ان انتوا تشيروا الفيديو لاكتر عدد من الناس علشان نساعدهم ان هم ما يقعوش في المشكله دي. تنسوش ان يعني الدل على الخير كفاعله، وبس كده.